علي. عن الطريقة التي تم بها التعامل مع أزمة الوراق؟ لا عايزة يعني لا حضرتك تكملة الإجابة. حضرتك بتقولي انت يعني عايزة تعيني بفطب مش كده؟ انا هشام بقول لحضرتك انا مش راضي. وزير التنمية المحلية وبس. وزير التنمية المحلية بقول لحضرتك على كذا حاجة بقى. ما حدث في الوراق هو عنوان لعشوائية ما حدث في الحياة المصرية عبر عشرات السنين وعبر السنوات الأخيرة على وجه التحديد. غير مقبول مفهوم التعدي على الأرض ولن يقبل كويس ولا يمكن تقنينه. هناك أرض متعدي عليها. عشان أعرف الأرض اللي متعدي عليها لازم يكون عندي معلومات دقيقة عن الأرض اللي متعدي عليها. لأن مش كل الوراق أرض متعدي عليها. في مناطق كتيرة حضرتك كويس فيها كويس لها أصحاب ولها سكات ملكية. مظبوط. ده غير مقبول دستورا وقانونا ودولة وحكومة إن في حد يقرب لسنتي من الكلام ده. وده ما حدش قرب له. وإعلاميا حضرتك يجب إنك يعني بدقة إنك ترصدي إنك تتأكدي وإنك تقولي. أنت عارف حاجة إن أنا نزلت الورق؟ أنا بقول لسيادتك أنا عملت تحية تلفزيوني من الوراق. أنا بقول الناس هناك محدش اتكلم معاهم. يظهر إن إحنا هنختلف. ليه يا فندم؟ انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك الناس محدش اتكلم معاهم. حضرتك بتدخليني بقى في لا لا لو مش لو مش بالطريقه لا. لا 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 والله مش مجامله. طب اكمل لو كلامي لو بالطريقه اللي حضرتك بتتكلم اكمل كلامي في حوار اكمل كلامي يكون وصلنا نتيجه مختلفه. خلاص ما انت قلتي الاجابه. طب اتفضل يا فندم. ما انت قلتي الاجابه. لا هسكت. لا انت قلتي الاجابه اللي هي ايه؟ انت وصلتي ان احنا كنا لازم يبقى في حوار مصرح. لازم يبقى في تحديد لازم يبقى في كل الكلام ده. هتبداوا امتى حضرتك الكلام ده؟ مش هجاوبك لان حضرتك ما تخليش اكمل كلامي. طب خلاص انا بعتذر. اتفضل. فحضرتك في جزء منه متعدي لي. الجزء المتعدي ده الدولة حقها وهتاخده ماشي ولن يسمح ولا حد يتصور ان هو دراعه ولا بتاعي بقى. هنيجي فيما بقي من الوراق. عندنا بدائل واضحة جدا قدام مصر كلها قدام اهل الوراق وقدام بدائل موضوعية منطقية هي للحياة والتقدم. هل الوراق دي ممكن تبقى زي الزمالك في عصرها الجميل واخد بالي حضرتك ولا تتساب جزء من عشوائيه؟ ده كلام الرئيس قاله في المؤتمر طيب. الاخير في جميل جميل. الوراق كمثال احنا بنتكلم في 1200 فدان ولا 1400 فدان؟ 1400 فدان. انا عايز اقول لكم ال 1400 دول لو اتبنوا بشكل عشوائي قولوا لي الصرف بتاعهم هيبقى فين؟ فين صرفهم؟ فين؟ في النيل. بعد كده تقول لي تعالى شوف احنا عندنا اولادنا بيجي لهم امراض من في الكلى والكبد نتيجة التلوث العالي في المية ولازم نعمل محطات معالجة ومحطات صرف عشان نحل المسألة. بالمناسبة الوراق كجزيرة اكبر من الزمالك في ارضها. شوفوا لما تخططت الارض دي وتعملت بقت الزمالك. ولما بتتخططش الارض دي وكل واحد فينا يتصور هي ارض زراعيه ولا ارض مباني؟ ارد هي ارض زراعيه ولا ارض مباني؟ محدش يقدر ابدا يتعدى على ملكيتك ولا يستطيع طبقا للدستور والقانون ان انا اقدر اقرب من ملكيتك الا في اطار القانون والدستور ولازم اعوضك التعويض المناسب طبقا لقيمه الارض دي دلوقتي. لكن انت يا ترى محافظ عليها ارض زراعيه ولا انت بتبني عليها؟ اذا كنت بتبني عليها طب انت بتبني عليها على اي اساس؟ طب بعد كده انا يعني انت عندكم في اسكندريه شايفين الكلام ده. الاراضي اللي موجوده واتبنى عليها بشكل عشوائي وبشكل غير مخطط تلاقي النهارده شارع عرضه 7 8 متر واقل من كده يمكن وابراج 20 دور و15 دور. لو حصل حاجه لا قدر الله لا نعرف نعالج ولا نعرف ننقذ ولا نعرف نعمل حاجه. فاحنا عايزين الدوله تبقى دوله ولا هنفضل نتمدد بشكل عشوائي عليها دون سيطره؟ لا تتصدى للشرطه، تتصدى لها ليه؟ هو مفيش قانون تاخد بيه حقك؟ لا في قانون تاخد بيه حقك. واحنا مش رايحين نتعدى عليك.
احنا مش رايحين نتعدى عليك. طبعا سمعت كلام كتير قال لك ده في شركة استثمارية مش عارف ايه ودولة مش عارف ايه هتعمل ايه. يعني طب بالمناسبة احنا عندنا مشكلة تمويل؟ احنا ما عندناش مشكلة تمويل، احنا نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نعمل كل حاجة. يبقى حضرتك انا بكرره مره اخرى وبصي على حضرتك السيد الرئيس قالوا يجب ان احنا نبص له بمنطقية ويجب حضرتك تجاوبي عليه اعلاميا. هتجيبي له ميه منين؟ هتجيبي له صرف صحي منين؟ هتجيبي له اعلام منين؟ هتجيبي له حمايه منين؟ هتجيبي له طرق منين؟ هتجيبي له شرطه منين؟ هي الورق دي فيها كام واحد دلوقتي؟ انا اقول لحضرتك بيحميها كام واحد؟ معايا وزير هقول لحضرتك حاجه والله هو مش في ناس سالت الناس قلت لهم وهم ناس طيبين جدا هقول حاجه يمكن تقلم حضرتك شخصيا، بقول لهم ليه مش متصورين ان الدوله ممكن تكون داخله عشان تخلي حياتكم افضل، تديك كوبايه ميه، تعمل لك تمهد لك الطرق. تخيل ردوا عليا قالوا ايه؟ لا لا احنا مش عايزين اي حاجه، احنا كده كويسين. في حاله من فقدان الثقه في حضرتك. مش ممكن ان انا اكون انا من الورق؟ طب انا مؤاخذه احنا مش بنتكلم عليهم وعلينا، احنا حاجه واحده. مظبوط يا فندم. صح ولا لا؟ مظبوط. لكن هو بالحوار هو زي ما حضرتك بتشبهيني كاني بتكلم مع بنتي او بتكلم مع حد من عيلتي، واخد بال حضرتك؟ يجب ان يكون بيننا حوار عشان نقول هنروح فين. مظبوط. صح ولا لا؟ مظبوط. مش ممكن حد فينا يقرر لوحده. صح ولا لا؟ مظبوط. احنا مؤتمنين ان احنا نبقى حكومه وبنقود في هذه الفتره، فلازم نعمل الصح. هنعمل الصح ولا نسكت على الصح؟ على الغلط. على الغلط. كويس. اظن حضرتك كمواطنه منتظره ان احنا نعمل الصح. مظبوط. مش كده ولا ايه؟ مظبوط. احنا اتفقنا على تعديات. تمام. اتنين، اتفقنا على التنميه. تمام. يعني حضرتك كمان وانت بتعملي واحنا بنعمل التنميه حضرتك مش مسموح ليكي انك تكلفيني اكتر. حضرتك بتكلفيني اكتر لما تروحي بتبني في حته عشوائيه، واخد بالك؟ وبعد كده بتقولي لي من فضلك دخلي كهرباء، من فضلك دخلي ايه؟ اسمه ايه ده؟ ميه، دخلي صرف صحي، دخلي النيل. طيب انت بتقوليها وعندك حق لانك مواطنه مصريه وعندك حق عليا انا، لان المفروض ان انا اخدمك اكون خادم لك، لكن مش ما اقول لحضرتك تعمليها لي بدون علم وتزودي تكلفه عليا وتزودي الجهد عليا وتزودي العبء عليا في كل حته، وبعد كده تقولي لي حل. هتروح لهم امتى؟ انا مستعد اروح معاك النهارده للوراق. نروح. خلاص نروح. نروح. والله اشكرك يا فندم. وعلى فكره يعني انا دايما ببقى فخوره جدا لما بلاقي مسؤول يعني بيتفاعل جدا، وانا ما هقول رايي بس في اخر الحوار يا معالي الوزير، لكن اذا نحن على استعداد تام من اللحظه ان نبدا حوار وكلام تاني مع اهل الوراق. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. وعايز اسجله، ومن فضلكم يعني لما كلنا نروح احنا حاجه واحده مش حاجتين. مظبوط يا فندم. وعايز اسجل ان سيد محافظ الجيزه، عايز اسجل سيد مدير امن الجيزه، كل الناس اللي نزلت وكل الناس اللي راحت هي راحت كويس عيله واحده بتنظم الامر. لكن افتقدنا ايه؟ افتقدنا التمهيد الحوار وافتقدنا البتاع، لازم نعالجه المره الجايه. لكن لاجب ان احنا ايه؟ نعالجه بتاع. لن تحدث تعديات في اي حته فيك يا مصر. لن تحدث تعديات في اي جزيره فيك يا مصر. في اي بحيره فيك يا مصر. مش هيحصل. فما عندناش حل غير ان احنا ايه؟ نتفق على طريق التنميه. هنعملها ازاي؟ كويس؟ بالعقل والعلم ولا بال 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 بالعصبيه وبالمنفعه العامه؟ بالمنفعه العامه. مش كده برضه ولا طبعا ايه؟ طبعا يا فندم طبعا. كل واحد من اهل الورق هيطلع كسبان من ايه؟ من التنميه ديت. بس نسمع بعض. لو ما طلعتش من الحوار غير بالحكايه دي هبقى سعيده جدا جدا. دي نموذج. اكررها لك مره ثانيه؟ طبعا يا فندم. كويس؟ كل واحد هيطلع من الورق كسبان من نموذج التنميه. حد سمع زميلنا الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيطرح الاطار بتاع التنميه المقترح، كويس؟ اللي هو احد الاطر المقترحه للورق. نقعد ونسمع ونناقشهم ونناقش، يعني هم فاهمين ان احنا هنطلعهم بره ونعمل ونطور ونعدل. محدش هيطلع بره اولا. تمام. اولا يعني تمام. محدش هيطلع بره. تمام. محدش هيطلع. وفي حد يطلع اهله من بيوتهم؟ ينفع؟ ما ينفعش. لا طبعا. وده غير وارد ولم يطرح. لكن بنفس الشيء ما فيش حد هيتعدى على ارض غيره او ارض بلده. تمام يا فندم. وانا الحقيقه سعيده جدا جدا بهذا الكلام، ده مش كلام تاني، ده احلى كلام.
اللي اتقال النهارده في ازمه الوراق.